المشرق استلمنا مع العلاوات. الحمد لله يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد. أمريني والله أمريني. أفا ابشري ابشري أسكر منك أحول لك ولا يهمك المبلغ اللي تطلبيه ولا يهم. حبيبتي حبيبتي أوكي أوكي يلا سلام سلام الحين الحين سلام سلام ماس ماس ماس. وقت الدوافر من تقديمي أنا فاطمة الجاوي. إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تروحوا تضغطوا الزر الأحمر زر الاشتراك وتروحوا تشوفوا الحلقات السابقة. ألف 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 مبروك على العلاوات المتعتين ونقول شكرا للملك سلمان والله يخليهم دخر لنا إن شاء الله يا رب. أمانة أمانة في حكومة زي كده والله تراضي الجميع الله يخليهم لنا إن شاء الله. شوفوا قبل أطير العلاوات زي الحمام تعالوا نتعلم مع بعض كيف المبتعثين يصيروا مطانيخ. يلا نبدأ. أول شيء وقبل لا أبدأ معاكم من الضروري والحريص والواجب واللازم إنه كل أحد يكون عنده ميزانية خاصة فيه. لازم تعرف كم يدخل في جيوبكم وكم يخرج منها. في عدة طرق ممكن تسووا فيها متابعة للميزانية، في طرق يدوية وفي طرق تقنية. الطرق اليدوية اللي هي عبارة عن جداول الإكسل شيت وهي عبارة عن جداول أنتوا تسووها بنفسكم وتحطوا نسب بنفسكم بما يتناسب مع مصاريفكم وميزانيتكم. أنا عن نفسي أستخدم هذه الجداول وأسوي إدخال كل 10 أيام. راح أحط لكم تحت في صندوق الوصف الجدول الشخصي اللي أنا بستخدمه وأنتوا تعدلوا فيه النسب على راحتكم. اللي يفهم في الإكسل راح يشوف إن الطريقة سهلة جدا جدا جدا. الطريقة الثانية تكنولوجيا كده وحركات وهو عبارة عن استخدام التطبيقات الموجودة على الجوال. وفي تطبيقات مرة كثيرة اخترت لكم منها Every Dollar. هو تطبيق سهل وبسيط وما في أي تعقيد، موجود على الجوجل بلاي وعلى الأبل ستور. راح أحط لكم في صندوق الوصف معلومات عن هذا التطبيق. طيب نخش لصلب الموضوع. عندنا طرق كثيرة تخلي الطلاب يسيفوا مبالغ ما تتخيلوها. الطريقة الأولى هي الستودنت اي دي. الشيء الكثير اللي ما يعرفوه الطلاب وحتى الطلاب الأمريكان بنفسهم إن الستودنت اي دي لها مميزات كثيرة، ومن ضمنها المميزات إنها تقدم خصومات للطلاب، وهالخصومات تتراوح من 10 إلى 15%. الله أكبر. لكن التريك إنه ترى ما حد من المحلات يقول لك ترى إحنا نقدم خصومات الطلاب. You serious? انت لازم تروح تسأل بنفسك وتدور وتكون معاك البطاقة الجامعية عشان تستفيد من الخصم الطلابي. تلاقي الخصومات في كثير من المطاعم والسينما ومحلات الملابس وغيرها الكثير. راح احط لكم تحت في صندوق الوصف الماركات والمحلات اللي تستقبل وتعطي الخصومات الطلابية. انا شخصيا قدرت اشتري ابل ماك اير تقريبا بخصم $200 بس عشان الخصم الطلابي. الطريقة الثانية هي استخدام الإيميل الجامعي في التسجيل على المواقع المختلفة، وهي عادة الإيميلات اللي تنتهي .edu وتكون لها مميزات تقريبا نفس مميزات الستودنت اي دي. في مواقع جدا جدا كثيرة تشجع الطلاب على استخدام هالإيميلات ومن ضمنها أمازون برايم. أمازون برايم هي خدمة عادة سعرها $30 ولكن الطلاب اللي يسجلوا بإيميلات الجامعة تجيهم الخدمة ببلاش. راح احط لكم تحت في صندوق الوصف مواقع اللي تقدم الخدمات الحصريه للطلاب والخصومات بس بسبب الايميل، وراح تتفاجئوا بكميه هالمواقع اللي احنا ما نعرف عنها. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي. الطريقه الثالثه واللي ممكن تسيب فيها مبالغ طائله انتم ما انتم حاسين فيها هي الاستفاده من مصادر ومرافق الجامعه. على فكرة جميع الطلاب يدفعوا للمصادر والمرافق من ضمن الرسوم الجامعية السنوية اللي تندفع للجامعة. على سبيل المثال الجيم، عادة رسوم الاشتراك الشهري لأي جيم خارج الجامعة يكون $30 في الشهر. إذا أنت بتستخدم جيم الجامعة فأنت بتسيف عليك شهريا $30. جيم الجامعة مو بس في مكاين، في مكاين وفي كلاسات وفي تدريب شخصي وفي أشياء مرة كثير. كل اللي عليك تسوي إنك تدخل على موقع جيم الجامعة وتشوف إيش الكلاسات والعروض الموجودة هناك. المكتبة أيضا توفر لك العديد من الخدمات والأجهزة زي الطابعات والسماعات والكمبيوترات اللي تقدر تستخدمها وببلاش خلال فترة جلوسك في الجامعة. في قبل كده حلقة نزلتها لكم عن مصادر الجامعة تقدروا تشوفوها من فوق. الطريقة الرابعة وب
وبما انه من المعروف انه شراء الكتب بيفتك فتكا فظيعا بميزانيه الطالب، نهار اسود، انصح بعدم شراء كتب جديده والتوجه دائما وابدا الى المستعمل والاستئجار. في حلقه فصلت فيها تفصيل عن هذا الموضوع، تقدروا برضو تشوفوها فوق في الرابط. الطريقه الخامسه انك تشد حيلك في الدراسه وتنزل اقل شيء 15 ساعه الملحقيه، تعطي مكافاتين للمتفوقين اللي هي مكافاه التميز، واللي هي للطلاب اللي نزلوا اقل شيء 15 ساعه. الله اكبر الله اكبر. والمكافاه الثانيه هي مكافاه قائمه العميد، وهي للطلاب اللي يحافظوا على معدل 3.5 وما فوق. كل المكافآت قدرها تقريبا 3000 دولار. العب يلا العب يلا، تخيل في السمستر يجيك 3000 دولار، والله شيء كويس جدا كويس. الى هنا اكون وصلت معكم لنهاية الحلقة، اكيد راح احط لكم روابط بالاشياء اللي ذكرتها لكم طول الحلقة. اذا تعرفوا طرق تخلي المبتعثين من المطارخ اكتبوا لنا هي تحت في الكومنتات وخلونا نشاركها مع بعض. لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.